توفيت الفنانة نهلة الجبلي نجمة المسلسل اليمني الشهير همي همك في حادث مروري اليوم بالعاصمة صنعاء. وقال مقربون من الفنانة نهلة إن الحادث وقع في شارع 60 عندما حاولت قطع الشارع أثناء توجهها إلى مقر عملها. ولعبت الفنانة نهلة الجبلي وهي خريجة من كلية الفنون الجميلة بمحافظة الحديدة، لعبت دور أمل زوجة جعفر وهو نجل الشخصيتين الشهيرتين شوتر وزنبقة في مسلسل همي همك التي تعرضه قناة السعيدة في شهر رمضان من كل عام. هذا وأمام هذا المصاب الجلل تتقدم إدارة قناة السعيدة وكافة العاملين فيها إلى أسرة الفنانة نهلة بأحر التعازي وأصدق المواساة، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.